هناك اتجاه ضد الدولة المصرية ان كل مشروع ناجح نخبط فيه. خدت بالك؟ طيب ده مشروع ناجح، طب ما نعمل له حاجة. طب ما قناة السويس الحاجة الوحيدة المصدر الرئيسي دلوقتي، طب ما نعمل لها ايه؟ مشكلة. في ناس اعداء مصر واعداء النجاح بيعملوا سيناريوهات، لكن احنا ردينا وردينا بما يرضي الله، وده اللي حصل فعلا، ان ما حصلش اي حاجة، وان التوكيل اعتذر لنا وبعت اعتذار رسمي، وانا طلعت الاعتذار الرسمي في